قصه ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كسر الاصنام؟ بائع الاصنام. قبل ايام كثيره جدا، كان في قريه رجل مشهور جدا، وكان اسم هذا الرجل آزر، وكان آزر يبيع الاصنام. وكان في هذه القريه بيت كبير جدا، وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا، وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام، وكان آزر يسجد لهذه الأصنام، وكان آزر يعبد هذه الأصنام. ولد آزر. وكان آزر له ولد رشيد جدا، وكان اسم هذا الولد إبراهيم، وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام، ويرى الناس يعبدون الأصنام، وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة، وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع، وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع. وكان إبراهيم يقول في نفسه: لماذا يسجد الناس للأصنام؟ وكان إبراهيم يسأل نفسه: لماذا يسأل الناس الأصنام؟ نصيحة إبراهيم. وكان إبراهيم يقول لوالده: يا أبي، لماذا تعبد هذه الأصنام؟ ويا أبي، لماذا تسجد لهذه الأصنام؟ ويا أبي، لماذا تسأل هذه الأصنام؟ إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع، وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، ولأي شيء تدع لها الطعام والشراب، وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب. وكان آزر يغضب ولا يفهم، وكان إبراهيم ينصح لقومه، وكان الناس يغضبون فلا يفهمون. قال إبراهيم: أنا أكسر الأصنام إذا ذهب الناس، وحينئذ يفهم الناس. إبراهيم يكسر الأصنام، وجاء يوم عيد ففرح الناس، وخرج الناس للعيد، وخرج الأطفال، وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم: ألا تخرج معنا؟ قال إبراهيم: أنا سقيم. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت. وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام: ألا تتكلمون؟ ألا تسمعون؟ هذا طعام وشراب، ألا تأكلون؟ ألا تشربون؟ وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق. قال إبراهيم: ما لكم لا تنطقون؟ فسكتت الأصنام وما نطقت. حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس، وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام، وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه. من فعل هذا؟ ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام، وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد، ولكن تعجب الناس ودهشوا، وتأسف الناس وغضبوا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم،
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة، وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق، وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر، وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك، وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام. فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق؟ قال إبراهيم فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع؟ وكيف تسألون الأصنام وإنها لا تنطق ولا تسمع؟ ألا تفهمون شيئا؟ أفلا تعقلون؟ فسكت الناس وخجلوا، نار باردة. اجتمع الناس وقالوا ماذا نفعل؟ إن إبراهيم كسر الأصنام وأهان الآلهة. وسأل الناس ما عقاب إبراهيم؟ ما جزاء إبراهيم؟ كان الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم. وهكذا كان أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم، ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم، ورأى الناس أن إبراهيم مسرور وأن إبراهيم سالم، ودهش الناس وتحيروا من ربي. وذات ليلة رأى إبراهيم كوكبا فقال هذا ربي، ولما غاب الكوكب قال إبراهيم لا هذا ليس بربي، ورأى إبراهيم القمر فقال هذا ربي، ولما غاب القمر قال إبراهيم لا هذا ليس بربي، وطلعت الشمس فقال إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، ولما غابت الشمس في الليل قال إبراهيم لا هذا ليس بربي، إن الله حي لا يموت، إن الله باق لا يغيب، إن الله قوي لا يغلبه شيء، والكوكب ضعيف يغلبه الصبح، والقمر ضعيف تغلبه الشمس، والشمس ضعيفة يغلبها الليل ويغلبها الغيم، ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف، ولا ينصرني القمر لأنه ضعيف، ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة، وينصرني الله لأن الله حي لا يموت، وباق لا يغيب، وقوي لا يغلبه شيء. ربي الله. وعرف إبراهيم أن الله ربه، لأن الله حي لا يموت، وأن الله باق لا يغيب، وأن الله قوي لا يغلبه شيء. وعرف إبراهيم أن الله رب الكوكب، وأن الله رب القمر، وأن الله رب الشمس، وأن الله رب العالمين. وهدى الله إبراهيم وجعله نبيا وخليلا، وأمر الله إبراهيم أن يدعو قومه
ve yemna'uhum min ibadetil esnam. Davetü İbrahim. Ve da'a İbrahim kavmehu ilallah ve mena'ahum min ibadetil esnam. Kale İbrahim li kavmi ma ta'budun? Kalu na'budu esnamen. Kale İbrahim هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال إبراهيم فأنا لا أعبد هذه الأصنام بل أنا أضف لهذه الأصنام أنا أعبد رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين وإن الأصنام لا تخلق ولا تهدي وإنها لا تطعم أحدا ولا تسقي وإذا مرض أحد فهي لا تشفي وإنها لا تميت أحدا ولا تحيي أمام الملك كان في المدينة ملك كبير جدا وظالم جدا وكان الناس يسجدون للملك وسمع الملك أن إبراهيم يسجد لله ولا يسجد لأحد فغضب الملك وطلب إبراهيم وجاء إبراهيم وكان إبراهيم لا يخاف أحدا إلا الله قال الملك من ربك يا إبراهيم قال إبراهيم ربي الله قال الملك من الله يا إبراهيم قال إبراهيم الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي وأميت ودعا الملك رجلا وقتله ودعا رجلا آخر وتركه وقال أنا أحيي وأميت قتلت رجلا وتركت رجلا وكان الملك بليدا جدا وكذلك كل مشرك وأراد الإبراهيم أن يفهم الملك ويفهم قومه فقال إبراهيم للملك فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فتحير الملك وسكت وخجل الملك وما وجد جوابا دعوة الوالد وأراد إبراهيم أن يدعو والده أيضا فقال له يا أبتي لم تعبد ما لا تسمع ولا يبصر ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي أعبد الرحمن وغضب والد إبراهيم وقال أنا أضربك فاتركني ولا تقل شيئا فكان إبراهيم حليما فقال لوالده سلام عليك وقال له أنا أذهب من هنا وأدعو ربي وتأسف إبراهيم جدا وأراد أن يذهب إلى بلد آخر ويعبد ربه ويدعو الناس إلى الله إلى مكة وغضب قوم إبراهيم وغضب الملك وغضب والد إبراهيم وأراد إبراهيم أن يسافر إلى بلد آخر ويعبد فيه الله ويدعو الناس إلى الله وخرج إبراهيم من بلده وودع والده وقصد إبراهيم مكة ومعه زوجه هاجر وكانت مكة
ليس فيها قشب ولا شجر وكانت مكة ليس فيها بئر ولا نهر وكانت مكة ليس فيها حيوان ولا بشر ووصل إبراهيم إلى مكة ونزل فيها وترك إبراهيم زوجه هاجر وولده إسماعيل ولما أراد إبراهيم أن يذهب قالت زوجه هاجر إلى أين يا سيدي أتتركني هنا أتتركني وليس هنا ماء ولا طعام هل أمرك الله بهذا قال إبراهيم نعم قالت هاجر إذن لا يضيع أنا بئر زمزم وأطش إسماعيل مرة وأرادت أمه أن تسقيه ماء ولكن أين الماء؟ ومكة ليس فيها بئر ومكة ليس فيها نهر وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا ونصر الله هاجر ونصر إسماعيل فخلق لهما ماء فخرج الماء من الأرض وشرب إسماعيل وشربت هاجر وبقي الماء فكان بئر زمزم فبارك الله في زمزم وهذه هي البئر التي يشرب منها الناس في الحج ويأتون بماء زمزم إلى بلدهم هل شربت ماء زمزم؟ رؤيا إبراهيم وعاد إبراهيم إلى مكة بعد مدة ولقي إسماعيل ولقي هاجر وفرح إبراهيم بولده إسماعيل وكان إسماعيل ولدا صغيرا يجري ويلعب ويخرج مع والده وكان إبراهيم يحب إسماعيل جدا وذات ليلة رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل وكان إبراهيم نبيا صادقا وكان منامه مناما صادقا وكان إبراهيم خليل الله فأراد أن يفعل ما أمره الله في المنام وقال إبراهيم لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وأخذ إبراهيم إسماعيل معه وأخذ سكينا ولما بلغ إبراهيم مني أراد أن يذبح إسماعيل واضطجع إسماعيل على الأرض وأراد إبراهيم أن يذبح فوضع السكين على حلقوم إسماعيل ولكن الله يحب أن يرى هل يفعل خليله ما يأمره وهل يحب الله أكثر أن يحب ابنه أكثر ونجح إبراهيم في الامتحان فأرسل الله جبريل بكبش من الجنة وقال اذهب اذبح هذا ولا تذبح إسماعيل وأحب الله عمل إبراهيم فأمر المسلمين بالذبح في عيد الأضحى صلى الله على إبراهيم الخليل وسلم وصلى الله على ابنه إسماعيل وسلم الكعبة وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك وأراد أن يبنى بيتا لله وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله
وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع والده، ونقل إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال، فكان إبراهيم يبنى الكعبة بيده، وكان إسماعيل يبنى الكعبة بيده، فكان إبراهيم يذكر الله ويدعو، وكان إسماعيل يذكر الله ويدعو، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة. نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة، ويسافر المسلمون إلى الكعبة في أيام الحج، ويطوفون بالكعبة ويصلون عندها. بارك الله في الكعبة وتقبل من إبراهيم وإسماعيل، صلى الله على إبراهيم وسلم، صلى الله على إسماعيل وسلم، وصلى الله على محمد وسلم. بيت المقدس. وكان لإبراهيم زوج أخرى اسمها سارة، وكان لإبراهيم ولد آخر من سارة اسمه إسحاق، وسكن إبراهيم في الشام، وسكن إسحاق، وبنى إسحاق بيتا لله في الشام كما بنى أبوه وأخوه بيتا لله في مكة. فهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام هو بيت المقدس، وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وبارك الله في أولاده إسحاق كما بارك في أولاد إسماعيل، وكان فيهم أنبياء وملوك، وكان لإسحاق ولد اسمه يعقوب، وكان نبيا، وكان يعقوب له 12 ولدا، منهم يوسف ابن يعقوب، ويوسف له قصة عجيبة في القرآن، وإليك هذه القصة.